سميس مبارك الله فيك سائل كان ينوى حوري قبضه هدي أي أور ليضحي مهر مقبن كرا كل دي واحد لو تشيدا إلى قبض نيلها أور له وقبض لقبه والمحصنات من النساء ويا أنا مهر كلقبن ما يه قبض أور زناله أيوم با كل لو تشيدا مهر مقبن يا ومسألو أي علماء اسكو خلافين فقهاء الإسلام قاركود وحي لين أور كذا زينة كوي محرمة مالها وقبرنا سيوي مهر سميسة وانا سيدة شافعية دي حنفية دي قبان وليبا حنفية دي وحي لين كي أور كالها هدانو هين ومقل مونكروه إلا أمو ليسو ولا يسقي أحدكما زرع غيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام كيانو بي سورابين زرع عيد كلا لاده زرع عيد كلا لاده يلا توضو حامل حتى تضع سابو داود وريب السناد الصحيح قبل أور ليلة وما قل مونكرو إلا أي ديجيس كي أور كلا دو يهينا ولو مهرين كرا وانا وقل مونكرا سيدا سيئين هذين شافعيدا وحي ليه هدو أور كازينا دا يساقو ليه هيا هدي كلابا ولو مهرين كرا وأنا أقول منكرا وحرماء أوركاس أولي يا مكر تبيراني علماء قاركود نواد ديدين سيحنا بلاده إيا مالكية وارنت اسمه بنانا بيراني وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أوركي حلاشها يكي حارانتها لابدوا بقى يدوا سوق ليان وإلا قبرد يا عيدي قيسو قبرد عدكو ترتا أي حساب سنتهاي ومركا لما قرسن كرا waxa kale oo yiduna meesha ku jirta gabadha zaniyada ninka muslimka waa laga xaraantimeeyay inuu guursado oo hatta labadii kala zinaystay sida quraanka iyo sunnuba ay tusinayaan isma guursan karaan ilaa ay toobad keenayaan وإلهي سبحانه وتعالى وحي لي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ودقن كود إلهيك والرمية دقن كددك حنحن وننك زيناد ودقن وطهي ميد الصغوة كلاب القرصة شمبر كيسو للدولة أو ميد مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قبرد الزانية داين وصاص وكلاه ميد إياد وكلاه أو مشرك بقرصة وحرم ذلك على المؤمنين بولي الله سبحانه وتعالى مؤمنين تارين كوالاك حارانتي مي ونين مؤمني قبر مشركة دي متزانية توني مقرسن كرو قبر مؤمنة دو عفيفة دو دورصونا نين مشركة إيا نين زانية توني مقرسن كرتو واحد كالو رسولك عليه الصلاة والسلام ويمي مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وكان يحمل الأسارة من مكة حابستو مركا مكة وكسو قادي كري تكرير مكة حابسان وحايستان مركا قبر با ترتياد وقروح بدنا ايضو عناق لورن كري ورير مكة هايضو دو مركا حنحن كميدا مركا ملا قبر دا ساقل بيجي سكود عضي نبيو عليه الصلاة والسلام ويدي ولي مقور سدا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح مرا دي زانية تاها قور سنقول مركا الله با دي كلا زينيستي ama gabadhii zinaystay oo tooba tooba aanay jirin waxa weeyaan guurkii ma banaana oo nikaahu zani aw zaniya qabla tooba ma banaana sida aayada iyo xadiidkaasiba ay tusinayaan haddii ay marka toobad keenana oo uurkaasi uu jirana khilaafkaasi ayaa ku jira bayna ahli ilmi wallahu a'lam